والتي قررت فسخ العقد الذي يربطها بالبلجيكي إريك جيريتس مدرب المنتخب الوطني المغربي. التفاصيل مع حسن فتح. بعد اجتماع دام لأكثر من ساعتين صادق المكتب الجامعي لكرة القدم على قرار إقالة المدرب إريك جيريتس من مهمة تدريب المنتخب الوطني الكبار، وهي المهمة التي تولاها منذ شهر يوليوز 2010. فقرر المكتب الجامعي بالإجماع بعد اقتراح ديال الرئيس باش غادي يكون فسخ العقدة اللي كتجمع بين الجامعة والسيد إريك جيريتس والطاقم ديالو. البلاغ بالتفصيل دونك غادي تنتظروه بين ما يتحرر، كي كتعرفوا كل كلمه عندها الوزن ديالها، ولكن الفكره هي هذه. كنا نعتقد بعد هذه المقابله ضد الجزائر وبعد النتيجه التي تحققت لمنتخبنا باربعه مقابل صفر اننا اخيرا وجدنا المدرب الذي سيقود المنتخب والكره المغربيه نحو التالق ويعيدها لدائره المنافسه على الالقاب القاريه وايضا الحضور في المنافسات العالميه. وزادت مقابلة تنزانيا التي فزنا فيها أيضا بمراكش من هذا الحماس، وأكدت ربما أحقيتنا في الحلم والانتصار، لكن توالت الخيبات والهزائم وكانت آخرها الهزيمة أمام الموزمبيق برسم الإقصائيات المؤهلة لنهائية كأس إفريقيا للأمم بجنوب إفريقيا 2013 وبهدفين لصفر. هزيمة صعبت المهمة خلال لقاء الإياب الذي سيجري منتصف أكتوبر المقبل، وقبلها كانت الهزيمة أيضا في لقاء ودي أمام غينيا والتعادل الصعب أمام الكوت ديفوار برسم إقصائيات كأس العالم، وقبلها أيضا عن نفس الإقصائيات التعادل أمام منتخب غامبيا بهدف لمثله، دون أن ننسى بطبيعة الحال الإقصاء المدل لمنتخبنا خلال نهائية كأس إفريقيا للأمم بالجابون بعد أن خرجنا من الدور الأول في الوقت الذي وعدنا جريتس بالكأس. المكتب الجامعي هو أنه كاين خلق لجنة اللي غادي ترأسها سي أكرم ويكونوا معاه أعضاء الجامعيين اللي غادي يبغيو يدخلوا في هذه اللجنة هذه. اللي هذه اللجنه غتكون اتصالات في يعني في ثلاث ايام الاولى ديال الاسبوع المقبل وابتداء من اليوم، على اساس باش تقترح على المكتب الجامعي شكون هو الاطار الوطني اللي غادي يكون يتقلد يعني بالمسؤوليه ديال الفريق الوطني ويقودوا في هذه المقابله ديال الاياب. أخيرا رحل جريتس غير مأسوف عليه، والأكيد أن اسما مغربيا سيتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة وخصوصا خلال لقاء الموزمبيق.